السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين لاباس باحسن حال، واذا كنتو ماشي لاباس just smile and live life ابتسموا وعيشوا الحياة. اوكي جايز، سو اول حاجة اذا كنتو جداد مرحبا بكم، انا زينب كوتن 16 عام ساكنة في كازا، يوتيوبر CDM. اوكي باي. المهم مرحبا بكم في قناتي، ما تنساوش تشتركوا على زر سبسكرايب وايضا جرس باش فين ما لوحش شي حاجه توصلوا بها نتوما الاولين. سو جايز، اليوم الفيديو ان شاء الله غادي يكون برانك كول، وي غانا برانك سام يوتيوبرز، غنقلب اولا نقلب بعض يوتيوبرز المشاهير اصدقائي. هاد الفكره هذه كانت عندي من شحال هذه صراحه، ولكن قبل ما نبدا في هذا الفيديو بغيت نشكر سبايزي حيت قرر يسبونسوري لينا هذا الفيديو هذا. سو ثانك يو فور سبونسورينغ مي سبايزي. اوكي شنو هي سبايزي؟ سبايزي هو واحد التطبيق او واحد الموقع اللي كتقدر تجسس به على الناس، ولكن هو دار الوالدين. سو انت تقدر انك تشوف ولدك ولا بنتك اش كيديروا في تليفوناتهم، فين كاينين، جي بي اس، الواتساب ديالهم، تشوف لي ميساج الى اخره. المهم هو صراحه زوين، ولكن الافضل الوالدين يستعملوه، اما الناس اللي بغاو تجسسوا على بعضياتهم فهذيك حاجه اخرى. سو الا بغيتوا انكم تمشيو وتشوفوا مثلا ولادكم ولا بناتكم فين كاينين، مع من كيدراسلو، شنو عندهم في التليفون، كاع داكشي في التليفون غيولي عندك نتايا، شنو غديروا؟ غتمشي لواحد الرابط كاين في صندوق الوصف، غتوركوا عليه، غتسجلوا، غادا تعطيو الاسم ديالكم، يعني الاسم ديالك كوالد او والده او الشخص اللي باغي يتجسس. المهم غتدخل المعلومات ديالك والمعلومات ديال داك التليفون، والتليفون واش هو اندرويد ولا اي او اس. ومن بعد كتمشي تاصطالي في التليفون اللي باغي تجسس عليه لابليكاسيون سبايزي، ومن بعد كتبقى تبع لي ستاب لي ستاب وكتجسس. سو يا هادشي اللي كاين. سو قررت اني نعيط على بزاف اليوتيوبرز، اول وحده اللي غادي نعيط عليها هي اسماء ابو بيجي. سو غنشوف شنو غتقول، صراحه باقا ما عارفه شنو غنقول لها بالضبط، ولكن ليتس كو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معايا اسماء. الو بغيت نقول لك انت كتعجبيني بزاف. كتعجبيني بزاف. كتعجبيني. المهم بغيت تقولي شي حاجه؟ ايوا ديروا سبسكرايب ولايك وصلوا على 100000 ان شاء الله اقرب ساعه. وتابونوا عند هانيت ياك؟ تابونوا عندك انت؟ بيان سور. باش توصلي على ظهري ياك. يا تلاحي خلينا نصور. باي لاف يو. الله اكبر، محاوله جد فشله، انا ما قدرت عاطي شدني الضحكه بزاف. المهم شخص ثاني هو اميه الزهري. اميه اصلا واحد المره في فيديو ديال المتابعين يتحكم بحياتي درت فيها مقلب وقطعت عليه، دابا الله مش غدير. الو 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 اميه هادي. الو 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 السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. كاين معك واحد المعجبه ديالك هنا. الو قال واحد المعجبه زينب عليك. حماره كلمه ولا تفوتو خريه نريات. شنو هاد كنصور هاد الفيديو؟ فيديو فاشل بزاف. او نري الحماره. قولي بغيتي تقولي شي حاجه؟ بغيتي تقولي شي حاجه؟ نقول لكم ديزابونا ومد حمدده وما تنساوش ديزابوني. احلى حبيبه شكرا. شحال من لايك بغيتي؟ زين لايك في الفيديو. اييه يلا باي. سمحوا لي بزاف فيديو فاشل ولكن غنلوحو ما شغليش. سمحوا لي بزاف حيت كتسمعوني كنقول تفويخ هذه هذه، ولكن انا وصحاباتي هكا كنتعايروا داكشي. المهم كنضحكوا هكاك زعما وسمحوا لي، لكن اسامه في النيش هذا صراحه ما توترش منه كاع. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. لاباس، انا واحد المعجبه. وعليكم السلام. شكون معايا؟ معجبه معجبه سميتي هبه. شنو ما كنقدرش نسمعك، يمكن دايره اوت بارلور.
لا لا ما دايراش. المهم انا ما كنسمعكش العام على شكونتي. اه قلت لك سميتي هبه و جو سي تري غوند فان. تي اون تري غوند فان. واش انا متابعتني؟ ايه ربي يخليك شكرا. اه صراحه ما كنبغيكم كرهت نتزوج بك. نيهال بيوتي. الو 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 شكون معك؟ الو السلام عليكم، معك واحد الفان. عليكم السلام. كنبغيك بزاف. اوكي عجبني داكشي ديالك. شكرا. تبغي تقول لي شي حاجه؟ زينب خريه زمله عرفتك. حماره كلمه ما تشي نغير نقول لك واش هادشي دابا واش هادشي ماشي عادل. ويه برانك كول عيط الناس كلهم عرفوني اش هادشي دابا فيديو فاشل. خلاب شي مشكل نلوحو ثانيه. ماني انا كنطلب الاذن ديالك بيطلب بيطلب غنلوحو باش ندير الديسكريبشن. باز اوكي اوكي يلا تلاحي يلا سلام باي. اش هادشي اه يا ربي ما هذا ما هذا العجب. امي ما الغاشي. الو 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 السلام عليكم، معايا امي ملغاشي. الو الو امي ملغاشي. وي جي اون يوتيوبرز اي جو فو جوست اون بيب دو توا. بابا ما كتسمعش مزيان. بغيتك دير ليا بيب. وي وي حتى سمعت. وي ديالاش؟ ديال لاشين ديالي. الو الو ديال لاشين ديالي ونخلصك 1000 درهم. الو الو كيفاش بغيتك دير لي بيب باش نخلصك انا 1000 درهم. وي قولي لي شكون انت واش اون سكوني؟ نو اون سكوني با. ديجا عندك شات يوتيوب؟ يس. يس يس. وي شنو سميتك؟ هبه. لا زعما شنو دايره في لاشين يوتيوب؟ هبه 2. هبه شنو؟ غايس قطعت لي الكاميرا والبنت طيقات وكل شيء، نعاود نعيط عليها وسمحوا لي. السلام عليكم. الو الو معك هبه. الو الو صافا؟ صافا صافا. اختي هذه زين بكوت على السطيه. يا الباشا تيقتش من نيتك. لا ما تيقتش. اي اصلا انا قتلتيني بالضحك والله. علاش؟ اح الله منيت كتسولي سميت لاشين ناري شو والله تري تري بحال باي باي الله ذات سكسيس الحمد لله نجحت معايا لالا امي ما شكرا بزاف اختي حيت انت غبيه هادشي اللي غنقول وباي ذا واي سمحوا لي راه ما كنشدو بزاف داكشي علاش اذا اخي. الو 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 السلام عليكم معايا زينب. انا فان كبيره ديالك. انا فان كبيره ديالك. الو كتعجب لا مش الهام هادي. الو انا فان كبيره ديالك سميتي مروه. لا كنسمعك مزيان. قلت لك انا فان كبيره ديالك سميتي مروه. مروه ايه كتعجبيني بزاف وبغيت نقول لك كمل في داكشي ديالك. شكرا. اختي مالك مكلخه مالك؟ لا شو وزينه بكوتنا هادي والله يعطيك الجوع. باز ما كتعرفيش صوتي؟ صوتك بحال واحد البنت سميتها الهام وحق الله. هذيك الكي بوبر؟ اي لا ايوا اختي كنصور في برانك وبنتي معايا في لاشين بغيت تقولي شي حاجه. نقول لي فان ديالك ان شاء الله تكون عيال.
ايوا صافي صافي غير تهلاو فيا المهم يلا تلاحي باي اوكي صراحه ماشي ساكسيس ساكسيس ولكن المهم تيقات بعدا بلي انا معجبه اسامه غنم الو السلام عليكم وعليكم السلام ياك ما مشغول لا ما مشغول حيت ما بغيتش النمره ديالي تبان معاك مروه فان ديالك كيعجبني داكشي اللي كدير وصافي هادشي اللي كاين قلت لك كيعجبني داكشي اللي كدير انا فان ديالك وي من هنا بدينا نعم يلا بديتو يلا بديتي لا هنا بدينا انا فاس اي مشرفين منين جاتك النمره ديالك النمره عطاها لي واحد الناس اللي كنعرف حيت كنعرف بزاف ديال اليوتيوبر شكون هاد اليوتيوبر اللي معاك وباز اخويا باغي تجبني الهضره انا معاك زينب كوتن وزينب كوتن هادي زينب وي الله يبارك وباز اي بغيت تقول شي حاجه والله إذا بخير شكراً كنشكركم على هذه المباراة لو كنت أنا دعمت لك تصرفوا اسميتهم سمايلرز سمايلرز أوكي أوكي جايز وصلنا لنهاية الفيديو سمحوا لي بزاف حيت جا الفيديو ممل ماشي حاجة ولكن كنوعدكم أنه الجزء الثاني إن شاء الله يكون واعر يكون بروفيسيونيل ونكون فيه مقلدة واعرة رائعة وهذا الشيء غير اللي بغيته بالطبع سو الا بغيتوا عاوتاني جزء ثاني صوتوا هنايا ولا هنايا فشي بلاصه قولوا لي واش بغيتوا جزء ثاني ولا لا كنبغيكم بزاف بقوا ديما نايس بيبل بي نايس اند لافلي لاف ايتش اذر هيلب ايتش اذر وبكل بساطه واحبكم تشاو تشاو تابعوا عند الناس اللي يهضرت معاهم في صندوق الوصف بيس لاف يو نحبكم